حقيقة من شوية صغيرين كنت بنتكلم أنا وزميلتي هند عن قد إيه الجو برد جدا وإحنا جايين. خلينا نطمنكم دلوقتي على حالة الطقس النهاردة. أخبارها إيه؟ بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد وعلى باقي الأنحاء. وخليني أقول لكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض محافظات الجمهورية، والبداية مع القاهرة. القاهرة هتسجل النهاردة العظمى 23 أما الصغرى 14، اسكندرية 23-12، اسماعيلية 23-11، الغردقة 26-15، المنيا 23-6، سوهاج 24-8، أسوان 26-10. كمان خليني أطمنكم على درجات الحرارة المتوقعة في بعض من المدن والعواصم العربية والعالمية، والبداية مع الرياض. الرياضة تسجل فيها العظمى 22 أما الصغرى 11، أبو ظبي 24-19، أنقرة 13-6، لندن 5-0، واشنطن 1-7 تحت الصفر، باريس 2-5 تحت الصفر، وأخيرا بكين 1-6 تحت الصفر. أظن ضمنكم على درجات الحرارة، ولكن دايما أرجوكم خدوا بالكم بالليل وفي الصباح الباكر أي حد بيتحرك لازم دايما يكون متقل. اه بس النهارده واضح، يعني سمعتك وركزت معاكي، مفيش امطار النهارده. الجو برده احنا جايين، احنا خدنا البرد بس جدا جدا يا داليا، فانا خلاص احنا في الشتاء احنا في رطوبه كمان، خلي بالك برده يعني. فربنا ان شاء الله يهون على الناس كلها برودة الشتاء. انت عندك انخفاضات لكن انا عندي هنا ارتفاعات كتير.